السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في تصحيح الفرد الرابع، المستوى الرابع، مادة الاجتماعيات. أولا التاريخ، ثانيا الجغرافيا، ثالثا التربية المواطنة أو التربية المدنية. أولا في التاريخ، رقم واحد، أكمل بما يناسب ترميم الآثار التاريخية. الآثار التاريخية ما خلفه الإنسان من منشآت مختلفة الاستعمال والأدوار، يعني ما تركه الإنسان من المنشآت، يعني البنايات المختلفة والمتنوعة تختلف في استعمالها وفي أدوارها. الثانية، عملية إصلاح الآثار التاريخية وصيانتها من التآكل والتلف الذي لحقها بفعل عوامل الزمن. الأولى الآثار التاريخية. الآثار التاريخية هي ما خلفه الإنسان من منشآت مختلفة الاستعمال والأدوار. والثانية، ترميم الآثار التاريخية، وهي عملية إصلاح الآثار التاريخية وصيانتها من التآكل والتلف. ثانيا، أكمل بصحيح أو خطأ. أبحث عن وثائق تاريخية وشهادات شفوية لكتابة تاريخ مدينتي. إذا هنا الجواب صحيح، لأن كتابة تاريخ مدينتي يحتاج إلى وثائق تاريخية مكتوبة وشهادات شفوية. لكتابة تاريخ مدينتي أتخيل أحداثا أسجلها. الجواب هنا خطأ، لأن الأحداث التاريخية والتاريخ لا يمكن أن أتخيله. السور القديم يشوه جمال المدينة. والجواب هنا أكتب خطأ، لأن السور القديم فهو من آثار التاريخية لمدينتي، والتي تزيد المدينة جمالا وتعبر عن تاريخها. القصبة أثر تاريخي ينبغي المحافظة عليه. سأكتب صحيح، لأنها من الآثار التاريخية التي يجب علينا المحافظة عليها. ثالثا، ضع كل عبارة أمام تعريفها المناسب. التحول التاريخي، المعالم التاريخية، الخط الزمني، الشهادة الشفوية، حكاية حقيقية عن أحداث ماضية، هي الشهادة الشفوية أو الشهادة الشفهية. هي مكون بارز وواضح في حي أو دوار بمدينة أو قرية ما تنتمي إلى الماضي، يعني هذا المكون أو هذه المنشأة تنتمي إلى الماضي، تم بناؤها في الماضي، كالمسجد أو الزاوية أو القصبة. إذن هذه المعالم التاريخية، سأضع هنا في الخانة الثانية المعالم التاريخية. هو التغيير الذي يحدث عبر الزمن في المنشآت أو المعالم والعادات مثلا. إذا التغير والتحول الذي يحدث عبر مرور الزمن في البنايات والمعالم وعادات الناس نسميه التحول التاريخي. وسيلة لتمثيل وترتيب الزمن على خط يصور مرور الزمن على أنه مراحل متتالية حسب تقويم معين هجري أو ميلادي. إذن هذا هو الخط الزمني. ثانيا الجغرافيا، أربط بسهم العبارات بما يناسبها. مرافق المدرسة، التمثيل، هو نقل الأشياء والظواهر الموجودة في الواقع إلى الورق، يعني رسم هذه الأشياء الموجودة في الواقع على الورق عن طريق الرسم والتعبير عنها برموز معينة. إذن هذا هو التمثيل
أو الرسم التمثيلي. ومرافق المدرسة هي مختلف مكونات المدرسة مثل الأقسام والملعب ومكتب المدير والساحة والمرافق الصحية وغيرها. ثانيا، أضع علامة في الخانة المناسبة. وظيفة المكتبة هي إدارة شؤون المدرسة، إذا سأضع علامة في خطأ لأن هذه وظيفة الإدارة. وظيفة الملعب هي التربية البدنية. نعم صحيح. المرافق الترفيهية هي قاعات الدراسة، إذا ليست صحيح فهي خطأ لأن القاعات الدراسية فهي خاصة بالتدريس والتعلم. أمثل مرافق المؤسسة برموز مناسبة. نعم صحيح. إذا لكي أمثلها على الرسم أحتاج أن أمثلها برموز وألوان مناسبة. المفتاح ضروري لشرح رموز ومرافق المؤسسة. نعم صحيح. إذا لا بد من المفتاح في الرسم الذي يمثل مرافق المؤسسة. ثالثا، أكمل بما يناسب رموزا مفتاحا رسم. أستطيع أن أمثل مرافق مدرستي في رسم، وأضع رموزا لهذه المرافق في الرسم، وأستعمل مفتاحا لشرح هذه الرموز. ثالثا، التربية على المواطنة. أكمل بنعم أو لا. إذا دعاني أصدقائي لعمل تضامني أتطوع وأنا راض. سأكتب نعم. إذا أردنا تنظيم حفل آخر السنة الدراسية لا نحتاج إلى وضع برنامج. لا، الجواب هو لا. نتغلب على المشاكل بفضل التعاون والتضامن. نعم صحيح. لا حاجة إلى توزيع الأدوار في العمل الجماعي. لا خطأ. ينجح العمل الجماعي بالمساهمات الفردية التي تتكامل فيما بينها. نعم. ثانيا، أكمل بصحيح أو خطأ. أختار موضوع البحث بعد التفكير والتشاور حول فائدته. الجواب صحيح. أختار موضوع البحث دون حاجة للتشاور مع أستاذي. هنا خطأ. أختار أو أجمع أي نوع من المعلومات لإنجاز البحث. إذن خطأ لأنني أحتاج إلى نوع من المعلومات التي تتعلق بهذا البحث. أكتب موضوع البحث بكيفية منظمة. صحيح. لا أحتاج إلى التنظيم في كتابة موضوع البحث. لا خطأ.